شهر شعبان. إن شهر شعبان شهر شريف، وهو شهر منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان صلى الله عليه وآله يصوم هذا الشهر ويوصل صيامه بشهر رمضان. الأعمال العامة في شهر شعبان: الصلاة والصيام، وذلك بأن يصلي في كل خميس من شعبان ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد 100 مرة، فإذا سلم صلى على النبي وآله 100 مرة ليقضي الله له كل حاجة من أمور دينه ودنياه. ويستحب صيامه أيضا، ففي الحديث: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائمه وأجب دعاءهم. وفي الحديث النبوي: من صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى الله له 20 حاجة من حوائج الدنيا و20 حاجة من حوائج الآخرة. الصدقة، وذلك بأن يتصدق في هذا الشهر ولو بنصف تمرة ليحرم الله جسده على النار. الأذكار، وهي على عدة أنحاء، منها الاستغفار. أولاً، يقول في كل يوم 70 مرة: أستغفر الله وأسأله التوبة. ثانياً، يستغفر كل يوم 70 مرة قائلاً: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. ووردت كلمة الحي القيوم في بعض الروايات قبل كلمة الرحمن الرحيم، وبأي الروايتين عمل فقد أحسن. التهليل، وذلك بأن يقول في شعبان 1000 مرة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الصلاة على النبي وآله: أولاً، يكثر من الصلاة على النبي وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. ثانياً، يصلي عند كل زوال من أيام شعبان وفي ليلة النصف منه بهذه الصلوات المروية عن الإمام السجاد عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة، إلى آخر الدعاء. المناجاة الشعبانية، وهي مناجاة جليلة القدر منسوبة إلى أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وكانوا يدعون بها في شهر شعبان، وتبدأ بفقرة: اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك.